وقع عليها أي حال، واتفاق الجميع مطلوب، لأن أي حل انفرادي ما ما يعني ما أصبح اليوم اللي إحنا نقدر نأمر بحل بدون التشاور مع جميع الكتل السياسية. هذا اليوم انتهى، لكن هذا ما يعني إن إحنا نتواصل مع الجميع. في الغريب، وأنا هذا اللي مزعجني أكثر شيء، كل ما بدينا نخطي خطوات هامة مهمة يمكن أنتم ما تعرفون عنها بلقاءات شخصية مع مسؤولين في هذه الجمعيات السياسية، ما نوع إلا زايدون واضحة. يعني أنا اليوم قبل أن أروح أمريكا اجتمعت مع أخ علي الأسود في لندن، هذه المعلومة غير معروفة للكثير، ورأيت في هذا الشخص لوني أنا اختلف معه في بعض الأمور السياسية، لكن رأيت فيه نفس صافي وروح طيب، وأنا شاكر وأتمنى أن يوم من الأيام أنه يستلم مسؤولية الماء في هذا البلد ونتعاون على بناء هذا الوطن بالصورة اللي احنا نريد. تكلمنا في أمور كثيرة، جدول الأعمال، ما هو المرغوب، ما هو المستقبل، وهذا الأخدمي داود وغيره من الأشخاص وصلوا من الوسائل إلى قيادة الوطن. فاللي يعتقد أن احنا بس جالسين وخلينا الحبل على القارب هو مخطئ. طبعا هذا كله تحسبا أن احنا نتدارس ونتفاكر في الحلول ونطرح على الأخوان في الجمعيات الأخرى من توافق وطني وغيره من تنظيمات على أساس أن نجد حل توافقي يخرج البحرين من هذه الحالة. ونفاجئ هذه الأعمال جارية والرسائل رايحة، والديوان الملكي يسأل مهتم كيف العنف يزيد، وأنا أعتبر هذا العنف مقصود، مقصود لإفشال هذا العمل. وأنا ما يؤمن الإنسان اللي غير ملم بالعمل السياسي اللي قاعد يحصل إنه يزعل ويقول والله أنا أشوف ما أشوف في حوار، ما أشوف في تقدم، أكيد بيزيد العمل. لا يكون في تقدم وفي كلام وفي حوار جاد، وكل ما اقتربنا من حل زاد العمل. فأين تقع المسؤولية لهذا الحل؟ هل نستمر على هذه الطريقة ونحفر لأنفسنا ونجرح أنفسنا بأفعال ونسمح للمتطرفين أنهم يلعبون بمشاعر الناس ويزيدون هذا الألم اللي احنا عايشينه من سنين؟ فالحقيقة يعني أنا رافض لهذا، هنسميها الحلقة المفرغة اللي ما من وراءها خير، وأريد أن كل الأوراق تضع على الطاولة وأن الكل يدرك أن هذه سياسة اللي احنا مستمرين فيها أو واقع اللي احنا مستمرين فيه لا يمكن أن يستمر، لا يمكن، ملت، والخطورة على المجتمع أكبر الآن أصبح مما كان عليه في أي وقت الماضي. فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل أولاً أن نتكلم بصراحة، وإذا في كلام بين الجهات والأطراف نعلنه على أساس أن ما حد يترمي زايد ويشكك، وفي نفس الوقت لحنا نبي نستمر ونهدئ الأمور ونوقف العنف في منادات الاشتراك في عمليات ممكن تثير الآخرين من حركات فيها تمرد ولا حركات فيها تشكيك ولا حركات فيها تضخيم لبعض الأمور، هذه لا يجوز. يعني فكفاية يعني فقدان
حقيقة للفرص وللأعمال وللأرواح وللقيم وللأمان. كفاية. القانون سيسرع على الجميع، هذا واقع، لكن لازم يسري بعدها، وهذا يعني أنا طلب من منصبي كولي عهد أنا أديبه دائما. وتصور لي أن العمل الدؤوب الصحيح الفعلي على إيقاف هذا العمل العنف مسامحة الموجود في المجتمع يجب أن يكون مسؤولية الجميع. خلاص، لأن مستقبلنا الآن مهدد. وغير عن ذلك يجب على أساس أن تصفى النفوس أن يصير احتلال من جميع الأطراف. هذا ما أعتقد، لأن الكل يعتقد أنه حقوقا مجني عليه، فإذا هو إهانة أنا ما عندي خوف أن أنا أعتذر، ما بدي اسمحوا لي إذا أحد حس بإهانة، أو إذا وظيفة فقدت ما يهمني أن أنا أعتذر، إذا قضية سلبت ما يهمني أن أنا أعتذر، إذا روح خسر أنا عم أعتذر. وهذا اللي أتمناه من القيادات والجمعيات السياسية، إنهم يكونون قد المسؤولية في هذا الوقت، لأن الحقيقة المطلوبة الآن هو الدفاع عن البحرين وليس الدفاع عن فئة معينة. مستقبلنا المشترك أهم من كل شيء، وإحنا طول عمرنا ربينا في مجتمع في عدة مذاهب طوائف وألوان وأشكال، وإذا استمرنا في هالطريق عيالنا شو يربون شو يشوفون؟ بيتعودون على الكراهية والشك، وهذا يعني شيء غريب علينا وشيء لازم ما يخرب المجتمع. فهل القيادات الموجودة قادرة أن تقوم بهذا؟ هل عندها الشجاعة؟ مو بشجاعة الطلب بالشهادة أو شجاعة طلب بالسجن، شو تفيدوني إذا بالسجن؟ إذا هذه أمنية الشخص أنه يكون منفرد في السجن معناته أنه ما لنية أنه يخدم في المجتمع. عايز قاعد في السجن دور غيره. إحنا نريد ناس مستعدين ينزلون في الساحل ويخاطبون هالأبناء ويهدونهم بالطريق الصحيح، ونعود على اللقد على الوضع اللي احنا كنا فيه في 2010، مو من بعيد، لا تنسون هذا. كلكم انتم عارفين الانجازات اللي كانت موجوده ومطروحه امامكم، كلها اليوم تحت التأجيل. وكذي انتظار ترى هذه القضيه تنتهي قريب، يعني هذا انا تحليل، لأن إذا أنتم تقرؤون ماذا يصير أو اللي قاعد يصير في العالم العربي تشوفون أن هذا اللي قاعد يصير، إن كانت سوريا بيد البشار، إن كانت مصر حكوا هذا الجيش، ولو هو بتاخذ من راح الطريق قاعد يسوي هذا. نحن في البحرين ما نكون جزء من هذا القصة في العالم العربي اللي هو نظام مدني يحارب نظام ديني. لازم نتعايش نتكيف مع بعضنا بعض، الحين صغيرة وممكن بشي، بس يبيها شجاعة، شجاعة التواضع مو بالمزارع. هذه الحقيقة المطلوبة، وإن شاء الله الله يوفقنا في هذا العمل. وأنا ما بوقف، يعني إذا ما دام في شخص طالب لخير في هذا البلد أنا مستعد أن بابي مفتوح، أجلس معاه وتحاور معاه، وإن شاء الله نوصل رسالة للآخرين ونجد إجماع
ان احنا عرب وشرقيين، هذه الاغلبيه البسيطه ما تنجح. احنا طبعاً لازم نحاور بين بعضنا بعض ونتفاكر ويتنازل من يتنازل ونحقق اللي ممكن نحققه في هذا الوقت. ويقولون العرب البدو خذ الطالب، هذا عدل، هذا عدل، لكن على هالدرب ترى ما بنهدي، ما بنوصل الى الدرب. تاخذوها مني كشاب بحريني مهتم وحريص على مستقبلكم ومستقبل العيال وعيال. الاعتذار ما في عيب، وانا كان امامكم الليله قلت هذا الكلام. واذا اي احد حس انه وطنيته او جنسيته او طائفته سببت له اي يعني نسميها صعوبات، فالغلط مو من منك بل من الاخر اللي تجاوز حدوده ولا عرف كيف يقدر المواطن البحرينية الصحية. فيا اخوان انا رسالتي اليوم كالآتي، الناس تربت، الامور ممكن انها تسيب في اي لحظه الا اذا يعسر العالم يستيقظ، تستيقظون كمسؤولين في بلدكم، وتنصحون الجميع بالتواصل مع بعضهم بعض والاعتذار الفوري والعمل الفوري على ايقاف هذا الامر. وانا اسخر نفسي وجهودي وعمل لتحقيق هذا الواقع. فان شاء الله الله يوفقني معاكم، واتمنى لكم كل الخير، وشاكر لكم الحقيقه شكر كبير، ولكم كل التقدير مني الحار والمحن. شكرا.